صباح الخير متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا بكم من مدينة مرسى مطروح التي تشهد حاليا بداية انكسار موجة الطقس البارد وسقوط الأمطار على مدار الأسبوع الماضي بشكل متقطع، لتعود الشمس للسطوع من جديد على سماء مطروح وتعيد معها الدفء المفقود خلال الأيام الماضية التي شهدت تراجعا كبيرا في درجات الحرارة، وصلت إلى 8 درجات مئوية في بعض الأحيان، وزاد من الشعور ببرودة الطقس والصقيع تيارات الهواء ونشاط الرياح بشكل متواصل خلال الأيام الماضية. وصاحب الطقس البارد سقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع ومتفاوت على مختلف المناطق من الحدود الغربية من مدينة السلوم غربا وحتى مدينة الإسكندرية شرقا بطول 450 كيلومتر على الشريط الساحلي، جميعها شهدت هذا الطقس البارد وسقوط الأمطار بالتباين أو بالتوالي ما بين هذه المناطق، حيث كانت تسقط الأمطار في مكان ولا تسقط في مكان آخر أو تسقط في المكان الذي يليه فيما بعد حسب حركة السحب التي تدفعها الرياح الشمالية الغربية. وتسبب الطقس الغير مستقر ودرجات الحرارة المنخفضة في إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الأربعاء الماضي قرارا بتعليق الدراسة أمس الخميس، حيث تم تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة ما عدا مدارس واحد سيوة التي لا تتأثر بهذا الطقس الساحلي لبعدها حوالي 320 كيلومتر عن مدينة مرسى مطروح العاصمة. الأجواء الآن أكثر من رائعة، أجواء مشمسة والطقس بدأ في الدفء التدريجي نسبيا، حاليا درجات الحرارة حوالي 15 درجة مئوية مع عدم وجود تيارات للهواء أو نشاط للرياح مع سطوع الشمس، كل ذلك يعطي إيحاء بالدفء أكثر من الأيام الماضية. نقف حاليا ونجري هذا البث متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في وسط مدينة مرسى مطروح وبالتحديد في أكبر شوارع المدينة، وهو شارع الإسكندرية الشهير تجاريا وسياحيا والذي يعد ممشى لأهالي مطروح ولكل المصافين وزوار مطروح. هذا الشارع يكتظ بالآلاف خلال فصل الصيف، وفي الشتاء هو المكان أو المقصد الرئيسي لأهالي المحافظة للتسوق أو للتمشية، ولكن في هذا التوقيت وخاصة يوم الجمعة تكون حركة المواطنين والسيارات ضعيفة جدا، حيث أنه من العادات في محافظة مطروح أن الخروج يوم الجمعة نهارا يكون قليلا وتزدحم الشوارع قبل وبعد صلاة الجمعة، ثم تهدأ مرة أخرى الشوارع إلى ما قبل غروب الشمس، ثم تعود الحركة للزخم مرة أخرى، حيث يفضل أهالي مطروح دائما أن يكون يوم الجمعة هو يوم عائلي يتم قضاؤه في المنازل أو في التزاور أو في الذهاب إلى الأسر في الأماكن المتواجدة خارج المدينة. أجواء أكثر من رائعة من مدينة مرسى مطروح ننقلها لكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع، وأيضا ننقل لكم حالة الدفء التي بدأت تسري بعد أسبوع من الصقيع وسقوط الأمطار، لتعود الشمس للسطوع مرة أخرى على محافظة مطروح والساحل الشمالي مع توقف نشاط الرياح والأمطار التي كانت تتساقط بشكل خفيف خلال الأسبوع الماضي. وكما تشاهدون حضراتكم السماء صافية إلا من السحب الخفيفة جدا التي تعبر
تحت أشعة الشمس بشكل سريع ويعود الدفء والسطوع مرة أخرى. نتمنى لكم دائما متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع بقضاء أوقات ممتعة وطيبة في أجواء مصر الرائعة، ولكم مني كل التحية. كنت معكم حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح.